الأمازيغ أصل ليبيا، أصل تاريخها وثقافتها ولغتها الليبية الوطنية منذ آلاف السنين. ليبيا ليبية الأرض والإنسان والحضارة. يعاني الأمازيغ وثقافتهم ولغتهم الليبية الأم شتى أصناف النكران والتهميش والإقصاء، سواء في العهد الدكتاتوري السابق أو في مراحل الثورة الليبية اليوم، مع أنهم لم يدخروا جهدا في جميع مراحل الصراع ضد نظام القذافي، سواء في صفوف المعارضة أو بين ثوار 17 فبراير أو ضمن النخب الوطنية الحالية. أغلب سكان ليبيا من أصول أمازيغية، إلا أن تعرب لسان بعضهم أدى بهم إلى الانسلاخ والتنكر لهويتهم الليبية التي لا يعيشون غيرها بأدق تفاصيلها في حياتهم اليومية. اسم ليبيا أمازيغي، جغرافيتها أمازيغية، لغتها أمازيغية، عاداتنا وتقاليدنا فنونا وتراثا، مأكلنا وملبسنا، صناعاتنا التقليدية ومواسمنا، كل مناحي حضارتنا الليبية محلية متجذرة. ومع هذا تأبى الأيديولوجية السياسية إلا أن تنسب ليبيا لأصول وثقافات ولغات وافدة لا أصيلة. الأمازيغ اليوم وبعد كل تضحياتهم البطولية من أجل الوطن وبسبب عصبية البعض وعنصريتهم، قاطعوا اللجنة الدستورية الليبية وهم بمنأى من جميع التطاحنات والصراعات السلطوية لإيمانهم التام بأن الأوطان الديمقراطية لا تبنى إلا بمبادئ السلم والتوافق الوطني فيما يتعلق بهوية الدولة ولغتها الرسمية ورموزها السيادية وكافة حقوق المواطنة. ليبيا ليبية إفريقية، لا عربية ولا غربية. اللغة الليبية لغة وطنية رسمية دستورية. الدولة المدنية الديمقراطية المواطنة الليبية هي ركائز النجاة والنجاح. ليبيا والمواطن الليبي فوق وقبل كل شيء. تنميرت.